السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. وأنا عاوتاني جيت وديما كنجي وكنجيب لكم الجديد مع مغرب كل يوم، وكنجي كنصور لكم والله مرة وكنصور لكم. خوتي عبابي صحابي، اليوم 39 يوم، 39 يوم تبارك الله ما شاء الله، والأشغال غادية يوم ورا يوم كما كتعرفوا اخواني اخواتي. مجرد ما كتشعل هاد الانوار والاناره والاضاءه الا هو كنجيو مباشره نسجلوا لكم. وجمالك جمالك يا الرباط، وجمالك جمالك يا سلا، وجمالك جمالك يا مغرب، بارك الله ما شاء الله. عمليه اخواني اخواتي ديال جمع التبرعات مازالت مستوره اليوم الثاني، وكلشي كيكون عندنا مسجل هنايا حتى الاخر مره، ونوريكم اش غادي نديرو بهادشي كلشي. خوتي عبابي صحابي، اليوم البارح كانت عندنا 2170 درهم، اليوم كاين عندنا هذاك اللي كان تصور معنا ديال الخبر في راسكم عطانا 20 درهم، واحد محسن من مدينه القنيطره عطانا 500 درهم، وصلنا 2690. شكرا لكم ايها الاوفياء، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، بارك الله فيكم. واحد واحد واحد، ومازال كاين عندنا شي واحد صيفط لنا في البريد، البريد سدو بكري، هذا نشوفو يمشى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نكملو ويكون الخير وحنا مع ولاد الخير. شكرا الناس اللي كيدعمونا، شكرا اللي كيتعموا للقناه، بارك الله فيكم. واحد 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 واحد، كما كنتو داخل وخارج الوطن الحبيب. اليوم اخواني اخواتي 150 متر اللي كانت مقربه باش غادي تمشي بالبردوره، هما راه سالوها، بداوها في الصباح وسالوها في مع شي العصر كذاك تقريبا، كانت مساليه. اللي باقي هنايا باقا عندنا هنا غيدوز لنا البيطون، وهنايا لي مليف دائما تحفروا تحفروا لنا 80 80 على مترو تحت الارض. تبارك الله على صاحبي العزيز، نهار كبير هذا، الله يستر لكم امركم. وكما كتشوفوا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، العمليه ديال التشطيب بدات لنا في المنطقه تحت من اللي من المنطقه الجنوبيه، وانا غادي معكم حاجه بحاجه. وجمالك جمالك يا الرباط، شوف الجمال ديال الغروب، وشوف الانوار كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله من الفوق ومن التحت، ان شاء الله الرحمن الرحيم. وها هو النفق بدا طالع لينا بشويه بشويه، بارك الله ما شاء الله، بارك الله ما شاء الله. اذا من هنايا صافي راه صورت لكم، والوقت اللي غادي يكونوا الدراري ديال الطروات دي يركبوا لنا الطروات دي غنصوروها لكم حتى هي. انا غنمشيو من هنا الا كانت من اللي يركبوا لنا شي حبه غنوريها لكم. البالي هما شتوهم اللي يركبوا لنا هنايا في المدخل، ومن اللي خرج من هنايا ها هما دو طافين. غنمشيو مع هاد الجهه اللي من هنا، حتى هاد الجهه هي باقا طافيه شتوها، خدامين فيها الدراري ديال الماليف. هاد الجهه صافي راهي شعلات، وشوف هاد البالي شحال زوينين، بارك الله ما شاء الله. كما كتعرفوا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، سبحانك يا جليل، كل واحد كيفاش كيفكر وكل واحد كيخمم، راه كل واحد العقليه ديالو، الله العظيم، كل واحد العقليه ديالو، كل واحد الفكر ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر وكيف والو، كل كيقلب على المشاكل والو ما عنده ما يدير، جالس جالس كيبدا يفكر، بدا يفكر في المشاكل، كيمشي يشري لك شي جينكا 260، أو شي يمشي لشي قنعة ما سيدي عليك، أو شي يشربها، أو كيبدا يبان ليه كلشي يستاهل، أو كيجي يتكالك على شي جنوية، ويجي بدا يضرب في عباد الله. ولي بدا يغوش واه هادشي يدير، والله لا نعس شي واحد الليله خدم مع البوليس بريغاد بي جي، خدم مع القيد المقدم وخليفه، ويخدم معها محكمه، خدم مع وكيل الملك، ويخدم مع القاضي جدرميه غاديين جايين، ويخدم معها صاحب الفوتوكوبي هيا ويلي حدا المحكمه، خدم مع المحامي، خدم مع الطبيب والفريمليه، خدم مع الفرماسيان، بوحدو محرك دوله كامله، محرك الاقتصاد ديالها 260 260 دايره حاله،
اخواني اخواتي اصدقائي اهلا ضرب حتى شي ناجي الله يحفظك ليا سمرش كلشي بخير الله يحفظك ليا متابعي شكرا شكرا شكرا, شكرا. تحيه لوليدات حي تسمعوا تحيه لوليدات حي تسمعوا واحد واحد هنايا لا مالي في غاديه واحد الطرونشي ديالها من هنايا مع الجنب مع الجنب ياك وتحيه لوليدات السيكيريتي الناس ديال السيكيريتي ديالنا مرحبا كي داير تبارك الله الله يستر امر تبارك الله عليك كرفصت واحد شويه ولكن الله يستر مرحبا تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليكم تعذبتوا شويه ولكن ما كاينش غادي يكونوا هنا واحد من هنايا واحد في المليون وردوا البال الله يرضي عليكم مرحبا اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء والف مرحبا والف مرحبا وانتم والله ما شاء الله ادوس اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء اللي كانوا جايبين من هنا ديال الشتا اللي غيجي لينا مباشره واللي خداتو لينا دوزاتو لنا الاس ان سي او ودوزو لينا بالقدوس ديال الحديد هما دوزو من هنايا وخرجوا لينا في هذوك الشرجم ديال الودينات مرحبا 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 خرجوا لينا في هذ الودينات اللي عقلتوا عليهم اللي كانوا جوج ثقبات كانت ثقبه وحده هما زادوا واحده اخرى من اللي ودخلوا لنا القادوس وركب لينا وهما سدوا لي الطرقاره ديالو سدوا لي فمو باش غيجي النيفو شوف هما ضربوا الخاتم من هنايا وركبوه دابا انايا الله شوف فين وصل ليا دابا هاد القادوس شوف انتوما شوف دابا انا واقف حداه الراس ديالي تقريبا قد قد شوف ها هو من هنايا وها هو القادوس باش تاخذوا عليه فكره باش مشى وهبط لنا لهنايا صافي من هنايا غيطيح لنا لتحت غيتلقى مع الدريناج اللي جاي من هنايا والدريناج اللي جاي من هنايا وتلقاو لنا في الكانيفو تحت ومشاو لينا هنا بوب كات بوب كات شو ما غادي هنا نشوفوا الحفرة الحفرة ما غاديين بها تبارك الله ما شاء الله هاي الحفرة غاديين معاها شو تبارك الله ما شاء الله صافي هاد الحفرة سيارات كومباكت راه كومباكت تاع تريكلاش يسبقوا لينا هاد البلاصة الكورة ديالها هنايا عملية ديال التشطيب عملية ديال التشطيب غادية تبارك الله ما شاء الله وما غاديين حاجة بحاجة وهنايا مرحبا مرحبا العزري هذا هاي 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 على المهندسة شو سميتك؟ إياد إلياس؟ لا إياد إياد؟ ما شاء الله شحال في عمرك أولدي؟ أنت غتولي لينا جندي أنت غتكون جندي واحد الجندي تبارك الله ما شاء الله من جوج مرحبا مرحبا ولدي مرحبا مرحبا اياد الله يصلح لك الله يصلح لك تحية خالصة لكم أيها المتابعين الأوفياء إنما كنتم بارك الله فيكم واحد واحد كما كنتم داخل وخارج وداخل الحديد شكرا لكم بزاف هنايا غنمشي لكم الجهة اللي من ليه هنا شنو كاين هنايا بقى بوبيزاج عندهم الشغل ديالهم تما كاينه خصهم يكملوا واحد القنيه اللي هنايا مرحبا بك الا جيتي مرحبا مرحبا تبارك الله عليكم تبارك الله عليك تبارك الله عليكم اذا هنا شنو كاين عندنا هنا عندنا انت غادي المرحله المرحله لاباس بخير كملتوا تشطب ليه باقي نعرجوا لك انا نشوفهم دابا عبد الرزاق الله عليكم تبارك الله عليكم عبد الرزاق تبارك الله عليك الله يستر امركم الله يستر امركم تبارك الله عليك اذا اخواني اخواتي كاين عندنا هنايا وصلنا للمرحله ديال الواو الواو الواو
وووووووو قرب ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبقى شدنا منطقة فطا باش نوصلوا الحي اللي حرف الزد ونكونوا زدنا مع الطريق. وتبارك الله ما شاء الله منين للحد ان شاء الله واش نزيدوا ولا نقاو مازال داكشي على حساب الوقت اللي غتحكم علينا لينا حكم علينا ولينا لينا. حنا غاديين معكم اخوتي مرحبا. تبارك الله عليكم صافي ساليتو الصلاه تبارك الله عليكم طريق السلامه تبارك الله عليكم. اذا اللي كيف داير فيه مشات معنا الرزاق مرحبا مرحبا تبارك الله عليكم. اذا البوكاطا كيف ديال الشطاب غاديين نمشيو عندهم نشوفو شنو كاينين واش غيكون عندنا الزفت اليوم ولا ما كاينش. الصبغه مرحبا بكم في عالم الصبغه تبارك الله ما شاء الله. عمر دخلوا ليكيبات ديال الصبغه في هادي الجون تبارك الله ما شاء الله. عمر صبغوا لكم بالذهبي شو اضربوا الذهبي بحالو بحال ديال اللي دارو في الهروره نفس الكولور غير الزويويقه رباطيه دايره رباطيه هاكوك الصبغ صافي طلعتنا ديال الصبغه يا صاحبي مرحبا لاله كتفرجي لاله شكرا الشريفه بارك مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا. سميتو الدراري ديولا سميتو ركبوا لي النشيط روادي طل طل شو ركبوا شي روادي مزال شو داروا شي شونتيو لتحت فوالا لي راه الشطاب صورتو لكم في جوج فيديوهات خفيف ظريف من هنايا وصورت لكم الجيل اللي من لهيه اللي دخلت دابا لليوتيوب واش غادي يهرسوها ولا غتبقى حيت الشانطي مشى من هنايا كله محلول غادي تزيد تال عند تخفيض رضا من باب الملاح النور هو يتصير الا رديتو ليه بيبي تشنق ولا عاوتاني يدير الخدمه ديال من نفس سونكاترون ملي كان هيطلر باقي حي هاديك ياك وعاد كيتلاقاو عاوتاني من عند الطرام اللي تحلات ومن الطرام عاوتاني مشات لنا حتى لعند تال عند سميتو تال الجهه ديال باب الجديد محلوله ومن باب الجديد دخلت لينا عاوتاني تحلات طلعت لينا من مصر محلوله ومشات لينا للشارع مرحبا لاله مرحبا ومشات لينا من تما كاين شارع مشات لينا مع شارع الحسن الثاني كله محلول لان داك القنيت اللي باقي لينا في هذا الشارع واش غيدخلوا في هذه الاشغال ولا من بعد عاوتاني يرجعوا ليه السؤال يبقى مطر حن حن حن. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء مازال ندخلوا لكم هنا نشوفوا اللي عندكم شي زهر ونشوفوا شنو كاين. قال ليه قال ليه الانتخابات جات والانتخابات سالت واللي نجح نجح واللي ربح ربح وعاد اللي ناض كينبح قف قف اسمع اسمع ملي من الحفاوي الزار وكيلو من الهرار ويلا لي مشينها خبار من هون للواد من العشار للواد صياد للواد سيف وزرو للواد نون نون قال لي حق بالحق وموحال واش الحق ايه اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء الطروات دي ركبت لكم وتفرجوا وهي فين خارجه لكم وهي شدية هي الطروات دي من غتحيد غيبان لكم الشكل ديالها كيفاش داير شو وعندهم اللي خدامين فيها الوليدات هي شو ها هو الشونتيو ديالها كتبري ملي كتسمجي كتعطيك واحد رونق رائع شوف اذا عندها الطروات دي اذا هادشي هو الجديد اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء الطروات دي هي ركبات لينا ومازال غادي تشوفوها ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي غتحيد لينا الجلابه ديالهم. دابا مازال الدراري خدامين في الخياطه ها هي الطروات دي ركبات هنا وهنا وهنا شوف جميله 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 مازال ان شاء الله جمالك جمالك يا الرباط مازال غتشوفوها كيفاش غتولي هي شتوها ها هما حاطين لي زاكسسوار ديالها ها هما شوف
كاين عندنا هادي وكاينه وحده اخرى زويقه اخرى وما جوج زويقات. المهم الله يستر لكم الامور ديالكم تبارك الله عليكم. كاين هذيك المقنته وكاين هادي هاكوك اللهم صل وسلم وجمالك جمال. كنخرج لكم من هنا باش تشوفوا هذا الجمال، نشارك معكم هذه اللقطه الجميله الرائعه. ومشيو شوفوا الدراري اللي شنو كيديروا في الشطاب، كونوا سهلوا دابا ولا قال نحبس لكم حد هنايا باش تيليشارجو وما تاخذش ليا الوقت بزاف حيت كتاخذ لي بزاف ولا انترنت ولا ثقيله. انوي والله يهديكم اصاحبي، جي 31509 ودري قالوا معنا ديك الانترنت الله يرحم الوالدين دير بيوسف دي او ار بي اي، راه كنخلصوا لكم 350 درهم وانتم دايرين لنا هذه الحاله، راه ولات حاله زون. ريغلو لنا في السيستم الله يرحم الوالدين. دي او ار بي اي يوسف جي 31509 ريغلو الله يرحم الوالدين. اذا يا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، مرحبا والف مرحبا، ولله يخطيكم وبارك الله فيكم والله يسر لكم الامور. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، الاشغال ما زالت مستمره مرحبا مستمره. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ما غنزيدش نكثر من هادشي لان الفيديو ولا ثقيل، كياخذ ليا مسافه طويله مده طويله، والتليشارجمون ولا ثقيل والانترنت ولا ثقيله ولا قاتلاني فقساني. انا ايميغريت من الماروك تيليكوم ومشيت حتى الانوي، لقيت نفس المشكل. دابا غنيميغري من انوي غنمشي للاورانج. خوتي حبايبي صحابي خليتكم على خير، وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.